بص يا جماعة، لما رجل البوليس هنا في أمريكا يجي يوقفك في حاجات معينة لازم تعملها عشان ما تدخلش نفسك في مشاكل أنت مش قدها. فرجل البوليس هنا في أمريكا ليه احترام رهيب كبير جدا، فأنا هقول لكم على الموضوع ده علشان تبقى عارف إن ناس للأسف اتعاملت مع رجال البوليس هنا زي ما بتتعامل في بلادنا، ولقت نفسها راحت ورا القضبان واتعمل لها مشاكل واتعمل لها دفعت بقى تعويضات وحاجات زي كده. فتعالوا أقول لكم بيحصل إيه. لما رجل البوليس يجي وراك بالعربية أو بالموتوسيكل بتاعه ويوقفك، في حاجات لازم تعملها. أول حاجة لازم تيجي على الجنب، طبعا تاخد بالك إن أنت يعني إيه ما تخبطش حد بقى وكده، بالراحة كده تيجي على الجنب وتقف على طول أول ما تحس بيه وتشوف اللمبة بتاعته ويعمل لك كده، على طول تروح جاي على الجنب إيه واقف. لو أنت على الفري واي ممكن تقف على الفري واي على طول، أو لو كده ممكن تنزل في أول اكزت وتقف برضو في حته زي كده. فدي نقطه مهمه قوي، لازم اول ما يقول لك تقف على طول. الحاجه الثانيه، هم رجال البوليس بيعملوا حاجه غريبه، اول ما ينزل من العربيه بتاعته لازم يحط ايده على العربيه بتاعتك على الترانك بتاعها، مش عارفين ليه بس بيقولوا يعني ان يتاكد ان هو مقفول، ما يكونش في حد جوه يفتح الترانك ولا ايه ينط عليه ولا حاجه، فبيتاكد يعني. فيلاقي ايه في العربيه بيبقى معاه نور كشاف، بيجي يبص في العربيه كده من الشبابيك يشوف مين في العربيه ويشوف بقى من تحت ومن فوق يتاكد. في الوقت بقى اللي هو بيعمل فيه كده حضرتك لازم ايديك تبقى على الدريكسيون وباينه قدامه. ليه؟ علشان يتاكد ان انت لا هتاخد بقى سلاح ولا هتعمل. فدي حاجه مهمه قوي. في ناس بتعمل بقى زي بلادنا، اول ما يجي البوليس يوقفك تروح فاتح الايه الجلاف كومبارتمنت عشان تطلع منها الرخصه والانشورنس بتاعها. اوعى تعمل كده هنا، ما تعملش كده، ان ده هيعتقد يفتكرك ان انت بتطلع سلاح ولا حاجه. وللاسف في ناس سريعه زي ما بتسمعوا يروح ايه يعني عامله خبطك بالمسدس ولا حاجه، فمفيش داعي ان انت تعمل في نفسك كده، لازم ايديك على المسدس. في ناس تانيه برضو بتعمل زي بلادنا تروح فاتح الباب ونازل، دي خطر جدا جدا لانه برضو هو بيعتبر ان انت هتنزل تضربه ولا معاك سلاح، فممكن على طول ايه يعني عشان يحمي نفسه. فانت لما البوليس يوقفك تقف تحط ايدك على الدركسيون لغايه ما يجي لغايه عندك، ما تنزلش حتى الازاز، يعني لو الازاز مقفول سيبه مقفول لغايه ما هو يجي يخبط لك على الازاز، ساعتها تنزل الازاز. فما تعملش اي حاجه غير انت تقعد كده تبص في المرايه وتشوفه بيعمل ايه وتسكت خالص. البوليس الحاجه المهمه قوي ان انت تحترم رجال البوليس، هنا احترام رجل البوليس دي شيء مهم، عدم احترامه جريمه، عدم احترامه فيلوني، انا اسفه ميزدمينير. يعني هو ممكن لما انت ما تحترموش ياخدك للستيشن بوليس ستيشن ويعمل لك وورنينج، وممكن يدخلك يحبسك يوم حاجه زي كده يعني، ويخليك تقابل الجادج على انت ما احترمتوش. فاحترام رجل البوليس حتى لو انت شايف ان هو ظلمك ووقفك او اداك مخالفه انت ما عملتهاش، في قاضي ممكن تقف قدامه بعد كده، ممكن تشتكي ممكن تقول، لكن مع رجل البوليس في احترام في كلام بادب. طبعا ممكن تارجيو معاه يعني، انا برضو كذا بوليس وقفني اقول له لا انا ما عملتش، بس بادب، ادب وسير ومام والايه والكلام ده كله. من ضمن الحاجات كمان ان هو لو طلب منك تنزل من العربيه او الكلام ده، نفذ اللي هو بيقول لك عليه، وارجوكوا بلاش الكذب على رجال البوليس، لان هو لو اكتشف ان انت بتكذب عليه دي بقى ايه دي فلني على طول. الكذب هنا في امريكا جريمه كبيره جدا 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 جدا، فهم ممكن يتغاضوا عن حاجات، لكن موضوع انك تكذب عليه او تقول له كلام ويكتشف ان هو حاجه تانية، فمفيش داعي ان انت تكذب على رجل البوليس. طبعا كل ولايه يعني البوليس ده بيتبع جهتين، بيتبع حاجه تبع الدوله الفيدراليه يعني، وفي جزء بيتبع الايه الولايات. فالبوليس اللي ماشي في الشارع اللي هو بيوقفك ده بتاع المرور مش عارف ايه، بيبقى دايما تبع الولايه، كل بوليس تبع الولايه بيبقى ماشي حسب قوانين الولايه. ففي ولايات مش من حقهم انهم يقولوا لك وريني انت قاعد هنا ليجل ولا لا، معاك جرين كارد، معاك باسبور، مش من حق. في ولايات تانية من حقه يعمل كده، يقول لك وريني انت قاعد هنا ازاي، فين اوراقك. فلازم تبقى عارف الولايه اللي انت فيها ايه النظام بتاعها، وتحط معاك الورق ده اللي هيطلب منك، لان انت مش عايز تدخل في مشاكل وياخدوك الستيشن وتحاول تكلم حد يروح بيتك يفتح لك اللي مش عارفه الدرفه اللي فيها ايه عشان يجيب ايه، يعني ما تدخلش نفسك في كده. فدايما الورق يكون معاك علشان ايه، النقطه دي مهمه جدا. فانت برضو اعرف القوانين بتاعتها، لكن اهم حاجه احترام رجل البوليس، ان انت ما تكذبش عليه، وان انت تبقى يعني في حاله ايه هدوء كده لما يجي يوقفك، وفي حاله هدوء وسلام، ما تعملش اي حركه عفويه زي اللي بنعملها في بلندا، تنزل تفتح الباب بتساله فيه ايه. مره حصلت الكلام ده، كان امير يعني من الخليج، وكان موجود هنا وركن صف تاني،
مش في كاليفورنيا، كان في ولايه تانيه اعتقد ان هي كان نيويورك، ركن صف تاني، فجه رجل البوليس بيقول له انت ازاي تركن كده ومش عارفه ايه، فراح ايه قال له عايز تعمل لي ايه؟ هتعمل لي يعني مخالفه، اكتب المخالفه اللي انت عايزها ادفع لك ضعفها. فراح ماسكه من ورا كده وراح نيمه على الارض، وجم بقى ايه زمايله وربطوا ايديه من ورا وناموا على الارض، حطوا دماغهم رجليهم عليه، وبعدين خدوه الاستيشن. مفيش حاجه اسمها ان انت تكلمه بقله احترام وفلوس، ايه اللي هدفع لك؟ هديك فلوس يا فلوس عجل، مفيش الكلام ده هنا. وطبعا القانون معاهم وفي صفهم، وما يقدرش رئيس الجمهوريه يقول له انت ازاي تعمل كده، ما يقدرش، لان هو بسلطه القانون يقدر يعمل الكلام. فحبيت اقول لكم عشان تبقى عارف بس النظام ماشي ازاي، فايه تاخد بالك. وبعدين على فكره البوليس برضو يعني بيختلف من فرد لفرد، ففي رجال بوليس بيبقوا لطاف وطراف متفاهمين. يعني انا مره دخلت كنت في منطقه انا اسمها لونج بيتش، لونج بيتش دي الشوارع بتاعتها بتلف حوالين نفسها كده، فدخلت الشارع بقيت ماشيه بالعكس، ماشيه الشارع بالعكس، فهو جه وقفني بيقول لي انت ايه ده اللي انت عاملاه؟ مش عارفه، قلت له او ام سوري انا مش عارفه اي حاجه، وفعلا شكلي تايه، حاجه كان في منتهى الذوق يعني والاخلاق، ما قاليش اي حاجه، قال لي طب اركب العربيه وايه، فضل واقف يعني يحميني كده لغايه ما الف وامشي تحت، لغايه ما رجعني على الطريق التاني. في ناس تانيه بقى لا، اي فسفوسه بتعملها يعمل لك بقى ويديك وورنينج ويديك مخالفه يعني، فهم شخصيات، فممكن تقابل ده وممكن تقابل ده. فانت في جميع الحالات تبقى ايه انسان كويس ومحترم ولطيف، وممكن تتكلم معاه وتناقش معاه كل حاجه، بس طالما ان انت في اطار الاحترام واطار الكلام اللطيف والابتسامه كده اللطيفه، فالامور ايه هتعدي، وربنا يحفظ الجميع. اتمنى الفيديو يكون فاتكم باي معلومه، ولو كان شير الفيديوهات واعمل سبسكريبشن في القناه. كان معاكم رانيا سلطان، ودي حكايات من الولايات.